كما ترأس المطران خريستوفورس قداسا إلهيا في كنيسة الروح القدس بعجلون، سلم خلاله قدس الأرشمندريت سلوان حنونة مهامه رئيسا روحيا على محافظة عجلون. وفي عظة القداس طلب سيادته من الرئيس الروحي الجديد أن يهتم بالرعية مع الأباء الأجلاء، والعمل كذلك على مزار النبي إيليا والمدارس والشبيبة وجميع اللجان. عونه في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة بحضور أبناء الرعية في عجلون. وتشمل مسؤولية الأرشمندريت سلوان كنيسة عنجرة وخربة الوهادنة بالإضافة إلى كنيسة عجلون. بدي منك أبونا سلوانوس روح المحبة، روح الخدمة اللي بعرفها فيك كويس. يعني أنا بعرفك قديش في عندك طيبة عفوية، قديش في عندك تواضع، وقديش في عندك حب لخدمة الكنيسة. هذا أثبتته في مواقع عديدة اللي اختبرتك فيها، بوجودك بجبل آثوس، وغاد كيف ندرت نفسك للرهبنة بجبل آثوس امتدادا لدير السيد العذراء ينبوع الحياة ومكوثك تقريبا سنة هناك، وصولا ما قبل وبعد خدماتك الكبيرة اللي عملتها بالفحيص بالتحديد للشبيبة ومدارس الأحد. وحقيقة كنت الخادم الأمين بكل المهام اللي أوكلت إليك طول سنوات طويلة. كمان شفتك بقديش حبك للعمل اليدوي، يعني أنت بنفسك قمت بأعمال يدوية كثيرة من إصلاح الكنائس وترميمها، وعندك هاي المقدرة التقنية كونك مهندس، فبالتالي عندك هاي المقدرة كمهندس مع الموهبة اللي أعطاك إياها ربنا إنك بإيديك تعمل. وهذا الشيء بدل على تواضعك ومحبتك اللي بشوفها دائما. هيك بدي إياك تبقى. بدي تعرف في الكنيسة ما في عنا مراكز، في عنا فقط يسوع.